الرئيس السيسي يوجه باستمرار برنامج طروحات لشركات المملكة للدولة خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية. مدبولي يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. تعزيزات عسكرية للناتو تصل أوكرانيا، وبايدن يؤكد أن رد واشنطن على أي هجوم روسي ضد كييف سيكون سريعا وحاسما. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة نيفين جما وزيرة التجارة والصناعة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة، وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 من ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصة الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر، بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها. كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، فضلا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلة النمو، إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة، مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة. من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم إعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني،
والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة تساقاً مع برنامج الحكومة مصر تنطلق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة، خاصة مبادرة حياة كريمة، حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حتى عام 2027، فضلاً عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي. كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021، حيث تم تأكيد في البيان الختامي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، خاصة ما يتعلق بمشروعات التغير المناخي وكذا دعم مبادرة حياة كريمة. أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق ومتانة العلاقات المصرية البحرينية على الأصعدة والمستويات كافة، وخلال لقائه بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد جبالي على تقدير الدولة المصرية لدور العاهل البحريني في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، مشددا على التزام مصر بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخليا وخارجيا وبرفضها التام للتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية. من جانبه عبر العاهل البحريني عن تقديره لزيارة رئيس مجلس النواب، مؤكدا سعي البحرين لتعزيز علاقاتها مع مصر في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس شركة أميا الإماراتية للطاقة حسين النويس الذي أشاد بمناخ الاستثمار الحالي في مصر وما تتبناه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تؤكد أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح. واستعرض النويس مقترح المشروعات التي يعتزم إقامتها في مصر في مجالات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الدولية الكبرى المتخصصة في هذه المجالات الواعدة. من جانبه رحب رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التي يعتزم النويس إقامتها في مصر، مؤكدا الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه وكذا الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، لا سيما مع استضافة مصر هذا العام لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27. هذا وقد طلب مدبولي موافاته بالتفاصيل الفنية الخاصة بالمشروعين المقترحين من جانب رئيس شركة أميا الإماراتية للطاقة حتى يتسنى دراستهما والبدء في الاتفاق حول مراحل وآليات التنفيذ. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقديره لفن الكاريكاتير الذي يجسد قضايا الواقع ويشكل وسيلة مهمة لرصد نبض الشارع. جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي بمركز الهناجر. وتفقد رئيس الوزراء المعرض حيث تعرف على العديد من الرسومات الكاريكاتيرية المختلفة. ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة أن حرص رئيس الوزراء على التواجد لافتتاح هذا الحدث الفني هو رسالة تؤكد اهتمام الدولة بدعم وبتشجيع مختلف أنواع الفنون وأوجه الثقافة. الكتاب أنا ده تقريبا كتاب نمرة 19 بالنسبة لي، عامل مجموعة كبيرة. الكتاب اللي فات على طول كان الدكتور أحمد زويل هو اللي كان عامل المقدمة، بس للأسف الشديد توفى قبل ما ياخد نسخ منه. هنا الدكتورة غادة والي اللي هي مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا هي اللي كاتبة المقدمة بتاعت الكتاب. الكتاب ده نتاج اللي هو بقى لي 3 سنين بعمل الكاريكاتير ده، فقلت طب وماله بقى نعمل بقى كتاب فاخر بالألوان. أي نعم سعره طلع غالي حبتين، ولكن هي جرعة
هامة جدا، ولو بصيت على الهامش بتاع الكفر مكتوب يوميات المصريين بالكاريكاتير. جددت ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي، مطالبة بالحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. تصريحات ويليامز جاءت خلال لقائها عبد الحميد للدبيبة لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد. كما التقت ويليامز رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا مؤكدة ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء. كما شددت خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن. أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالدور الذي يطلع به الاتحاد الإفريقي في دعم السلم والاستقرار في دول القارة عامة والسودان بصفة خاصة. وشدد البرهان لدى لقائه بوفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان. كما طلع البرهان وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي على الرؤية الخاصة بحل الأزمة. من جانبه أكد وفد المفوضية على سعيه للاجتماع بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تساهم في بلورة رؤية الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة. كشف الرئيس التونسي قيس سعيد تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ونشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المجلس، ومن أبرز مواده منع القضاء عن الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم. وأضافت الجريدة الرسمية التونسية أن المرسوم الرئاسي ينص على تمتع المجلس بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية مع إشرافه على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء. شدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بلبنان في موعدها الدستوري المحدد في 15 من شهر مايو المقبل، مستنكرا ما وصفه بالتمهيد لتأجيل الانتخابات بدلا من تكثيف التحضيرات لحصولها. ودعا البطريرك الراعي في عظته الأسبوعية اليوم الأحد إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة من الناخبين اللبنانيين في لبنان والخارج، مؤكدا أن الهدف هو خلق واقع جديد في البلاد يحدث تغييرا في الاتجاه الصحيح والاتجاه المتعلق بالبناء الوطني والحضاري. قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم صحة قرار مجلس النواب قبول ترشيح هشيار زباري لمنصب رئيس الجمهورية. وأفادت وكالة الأنباء العراقية بإلغاء المحكمة الاتحادية لترشيح زباري وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور العراقي. وقررت المحكمة استمرار الرئيس العراقي برهم صالح في القيام بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. أعلن التحالف العربي عن تنفيذ 21 عملية استهداف ضد قوات الحوثي في مدينة حجة اليمنية خلال 24 ساعة الماضية. وقال التحالف العربي إنه تم تدمير 12 آلية عسكرية وإحداث خسائر بشرية بصفوف قوات الحوثي. تحت رعاية الرئيس السيسي تتواصل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمدة 3 أيام فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. وخلال
أعمال الأسبوع، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، قال إنه على الرغم من الظروف والعقبات بسبب جائحة كورونا، ما زال هناك فرصة للتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030. وتشهد أعمال الأسبوع إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030. كما تركز الجلسات على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي وإطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع. كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتوحيها هذه الأزمة الصحية، ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية، وعودة موضوعات الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية، فضلاً عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث، ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة. العمل على مستوى المركز مهم، والعمل على مستوى الأطراف مهم، ولكل مزايا نسبية ولكل مجالات لتطوير التنمية من غير معايير وقدرة على المتابعة ومساندة من موازنة عمل الدولة وخطة استثمارية تعد على المستوى المركزي، لا تستطيع المشروعات اللي بتتم على مستوى القرى والمراكز أنها تقوم بهذا. بعد جائحة كوفيد 19 والتحورات اللي ما زلنا بنشهدها على المستوى العالمي، وكل هذه الجائحة والتحورات اللي حاصلة كلها مما لا شك فيه بتؤخر وبتعرقل من قدرة دول العالم على الوصول أو على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلى جديد الأزمة الأوكرانية، حيث وصلت تعزيزات عسكرية لحلف شمال الأطلنطي الناتو من ليتوانيا إلى أوكرانيا. تطور يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن سترد بسرعة وبحسم على أي عدوان روسي ضد أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بايدن والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حيث جدد الرئيس الأمريكي التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وبسلامة أراضيها. كما اتفق الرئيسان على أهمية استمرار نهجي الدبلوماسية والردع ضد روسيا حسب ما أعلن البيت الأبيض. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، قال إن هجوما روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي يوم. وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان روسيا من القدرة على شن عملية مباغتة للهجوم على أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن سترد بشكل حاسم في حال هاجمت روسيا أوكرانيا. قال الرئيس الألماني الجديد فرانك شتاينماير إن موسكو تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا بسبب التوتر بشأن أوكرانيا. وفي حديث له دعا شتاينماير إلى إظهار الحزم فيما يتعلق بروسيا إذا لزم الأمر. كما أوضح شتاينماير أن السلام ليس بالأمر السهل، وأنه يجب أن يتم العمل بجد للحفاظ عليه عبر الحوار. يأتي ذلك فيما حضر المستشار الألماني أولاف شولتز من أن الغرب سيفرض عقوبات فورية على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا. هذا وقد أفادت وسائل إعلام روسية أن وزير الخارجية الأوكراني طلب اجتماعا مع روسيا ودول أخرى لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغ الدول الأعضاء
بأن بعض الدول قررت سحب مواطنيها الموظفين من بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا بدعوى تفاقم الظروف الأمنية. ولفتت زاخاروفا إلى أن هذه القرارات تثير بالقلق موسكو، محذرة من استغلال البعثة كأداة لاستفزاز محتمل. قالت الحكومة الأوكرانية إنها ستترك مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي. جاء هذا في بيان صادر عن وزارة البنى التحتية نشرته على صفحتها عبر فيسبوك. هذا وتعمل السلطات الأوكرانية على درء المخاطر عن شركات الطيران، مؤكدة أن إغلاق المجال الجوي حق سيادي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد. كما نصحت أوكرانيا شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود اعتبارا من الغد وحتى يوم السبت المقبل بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك. التاسعة ما زالت متواصلة معكم ونتابع فيها. إعادة انتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا لولاية ثانية. عاد النواب والمندوبون الألمان من جميع أنحاء البلاد انتخاب الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاينماير لولاية ثانية تبلغ مدتها 5 سنوات كرئيس لألمانيا الاتحادية. وحصل شتاينماير على 1045 صوتا من إجمالية 1437 صوتا هم أعضاء الجمعية الاتحادية في برلين، والتي تتألف من أعضاء البرلمان الألماني إلى جانب عدد متساوي من المندوبين الذين اختارتهم الولايات 16 في ألمانيا الاتحادية. فترة رئاسية جديدة فاز بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير البالغ من العمر 66 عاما، فخبرته السياسية رجحت كفته لدى الأحزاب الألمانية كالشخص الأنسب لقيادة ألمانيا. تاريخ سياسي حافل يتمتع به شتاينماير، حيث شغل منصب وزير الخارجية مرتين، الأولى كانت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009، والثانية كانت من عام 2013 حتى عام 2017، كما شغل منصب نائب المستشار الألماني من عام 2007 حتى عام 2009، وكان رئيساً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2006. شتاينماير الحاصل على الدكتوراه في القانون يملك خبرة سياسية تتجاوز 20 عاما، تولى خلالها العديد من المناصب وعمل على ترسيخ صورته كسياسي ودبلوماسي يحظى باحترام أغلبية الأحزاب الألمانية. ويعد الرئيس الألماني مدافعا قويا عن الديمقراطية ومحافظا على استقرار البلاد في أوقات صعبة، حيث حذر دوما من التهديد المتزايد للتطرف اليميني في ألمانيا. ونجح شتاينماير في وضع سياسات ناجحة في تعامل برلين مع جائحة كورونا، حيث فتح نقاشا عاما بين خبراء في مجال الصحة ومشككين باللقاحات المضادة لكوفيد-19، وهو الأمر الذي كانت له العديد من النجاحات وساهم في حصول نسبة كبيرة من الألمان على اللقاحات، شعبية كبيرة يحظى بها الاشتراكي الديمقراطي جعلته الخيار الأول للائتلاف الحكومي بقيادة حزبه المتحالف مع الخضر والليبراليين، فضلا عن جزء كبير من المحافظين، ليشغل منصب الرئيس الألماني لخمس سنوات قادمة.
عن تطورات كورونا، أمهلت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين حتى نهاية اليوم لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كامبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا. يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا في عدد من مدن دول العالم. لا تزال الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا تضرب عدداً من مدن دول العالم التي وصلت لحد إغلاق شوارع وميادين بأكملها. في أستراليا يواصل الآلاف احتجاجاتهم المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا، وذلك بالقرب من مبنى البرلمان الاتحادي. وفي العاصمة النيوزيلندية تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجباري ضد كورونا قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية. نفس الأمر تكرر في هولندا وفرنسا ولكن بشكل مختلف، حيث احتشدت سيارات وعربات تخييم وشاحنات صغيرة تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة. أما ما يسمى بقافلة الحرية في كندا فقد وصلت احتجاجاتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا، ويغلق هؤلاء المحتجون جسر امباسادور الذي يشكل محوراً تجارياً حيوياً يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا. وهكذا تتواصل الاحتجاجات، وبالتوازي تبقى هذه الدول بين مطرقة انتشار الفيروس ومطرقة تضرر الاقتصاد وسندان التظاهرات ضد القيود المفروضة لمكافحة الجائحة. أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس عن احتجاز 97 شخصاً بعد حملة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا. وقالت قيادة شرطة باريس إنها أبقت على عدد من قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في الحملة المناهضة لإلزامية التطعيم ضد كورونا من إغلاق شوارع العاصمة. أجرت سلطات مدينة هولوداو الساحلية شمال شرقي الصين اختبارات جماعية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وفرضت قيودا على حركة المرور بعد انتشار حالات الإصابة. وسجلت المدينة التي تبعد 430 كيلومترا عن بكين حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 43 إصابة جديدة بين سكانها البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة الأسبوع الماضي. وتطبق الصين سياسة صفر كوفيد الصارمة لمواجهة الجائحة، ولا يسمح للسكان بمغادرة المدينة دون إظهار اختبار سلبي أجري في غضون 24 ساعة. أفاد ممثلو منظمات غير حكومية أن الإعصار باتسيراي خلف دمارا كبيرا في مدينة منغاري الساحلية في مدغشقر، في وقت يتم العمل فيه على قدم وساق لإمداد المنطقة بالمساعدات الإنسانية. وتسبب الإعصار في مقتل 120 شخصا في مدغشقر، وسجلت الخسائر خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد وفقا لأحدث تقرير للسلطات. دمار كبير خلفه الإعصار باتسيراي في مدينة مانينغاري الساحلية في مدغشقر أسفر عن مصرع العشرات خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد. المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي مارتن مارين صرح أن التقييمات الأولية التي تم إجراؤها مقلقة للغاية، حيث تشير إلى تضرر 9 من بين كل 10 منازل بسبب الإعصار. من جانبها أشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن فرقها في الموقع وجدت المدينة مدمرة
الاستثمار إلى حد كبير، مشيرة إلى أن منطقة نوزيفاريكا التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشمال لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق البحر، وتضرر نحو 125 ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 165 كيلومترا في الساعة وضربت الجانب الشرقي قبل أن تتحرك إلى الداخل وتتسبب بتدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمر المحاصيل. وسبق أن تعرضت مدغشقر للعاصفة آنا الاستوائية في نهاية يناير الماضي وأسفرت عن مصرع 55 شخصا، حيث تضرب نحو 10 عواصف أو أعاصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من نوفمبر إلى أبريل. قدمت العديد من وكالات الأمم المتحدة مزيداً من المساعدات إلى مملكة تونغا للتعامل مع التداعيات التي أعقبت الكوارث الطبيعية وارتفاع حالة الإصابة بفيروس كورونا. وتعرضت الدولة وهي جزيرة تقع في المحيط الهادئ لثوران بركاني ضخم تحت سطح البحر، إضافة إلى موجات مد عاتية تسونامي الشهر الماضي، مما أثر على 85% من سكانها وتشريد ما يقرب من 2400 شخص. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل. يهدف المشروع إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لعام 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة، والتي استكملت النقاشات حول مشروع قانون العمل وتقارير اللجان المعنية. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم. وفتح المستشار بهاء أبو شقة الباب أمام النواب لمناقشة بنود مشروع القانون. المادة 253 بتحط عقوبة على اللي بيخالف أحكام 205 و6، وبالتالي 2000 جنيه بس يعني غرامة على مخالفة زي دي شايفينها متدنية جدا. احنا بنتكلم على النص على حظر أي ممارسات من شأنها إحداث نوع من أنواع العنف ضد المرأة في سوق العمل. بالمناسبة الكلام ده بيتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. القانون بيحمي العامل أولا وبيحمي صاحب العمل وبيشجع صاحب العمل على حاجتين: على إنشاء شركات ومصانع لاستيعاب العمال، فده مصلحة العامل قبل مصلحة صاحب العمل، بدل ما يحطه في البنك وبدل ما يحطها في إيه، لا هو بشجعه يعمل مشروع. وفي ختام جلسة مناقشة بنود مشروع القانون وافق النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل الذي يهدف إلى مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
وحرص التلفزيون المصري على إجراء عدد من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ عقب انتهاء جلسة المجلس اليوم، والتي وافق خلالها على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. انتهينا من قانون العمل، والنهاردة برضو يوم مميز جدا لأن مجلس الشيوخ انتصر للأسرة المصرية وللمرأة المصرية وللرجل المصري، وأقرينا أجازة أبوة لأول مرة، وده الحقيقة يعني انتصار كبير. والنهاردة أخذنا واحدة من الخطوات العديدة في تعزيز حقوق الإنسان، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وده المنوط بمجلس الشيوخ. مشروع قانون العمل ده من أهم مشاريع القوانين اللي احنا كنا حريصين جدا على انها تناقش، وتناقش بشكل واعي وبشكل متحضر يتماشى مع العصر ويتماشى مع التطورات اللي حصلة. القانون ده طبعا بينظم العلاقة ما بين صاحب العمل وما بين العامل، ودي علاقة شائكة جدا. طبعا انت بتحاولي انك انت تحافظي على حقوق العمالة والالتزامات اللي عليهم للمنشأة، وفي نفس الوقت بنحافظ على حقوق صاحب العمل علشان احافظ على الاستثمار وشجعه على الاستثمار. أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن المؤتمر الدولي 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية شهد 11 جلسة علمية. وأضاف وزير الأوقاف أن مخرجات وتوصيات المؤتمر كان من بينها التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن متطور، والتأكيد على أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها كأفراد ومؤسسات وشعوب وحكومات. التأكيد على أن مفهوم الدولة مفهوم مرن ومتطور، وأن محاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي زمني معين محدد وفرضه نمطا ثابتا وقالبا جامدا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله عز وجل في كونه. اختتمت فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة 200 عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية. 100 عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية شاركوا في ختام المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد برعاية الرئيس السيسي وتحت عنوان عقد المواطنة وأثرها وتحقيق السلام المجتمعي. يأتي هذا المؤتمر ليضع الضوابط لمفهوم الدولة والمواطنة وكيف يكون هناك بناء الدولة الحديثة في إطار من التسامح والتعايش. 10 جلسات ناقشت عدة محاور لترسيخ دور المواطنة ومشروعية الدولة الوطنية عن طريق التركيز على ترسيخ القيم والتسامح الديني والحماية الاجتماعية ومكانة المرأة وأثرهم على عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات. أهمية عقد المؤتمر عن المواطنة ليس فقط التركيز على المفهوم نفسه، ولكن أيضا نقل الفكر والوعي من المحلي للدولي وترسيخ فكر مواطنة الدولة، والأهم من ذلك هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. عندما أتحدث عن المواطنة أقول أن المواطنة المحلية تنقلنا وترحل بنا إلى المواطنة العالمية والكونية، لأن المشترك الإنساني فما يقع تحت سطوته أي شيء من الكونية هي معاناة واحدة، لأن وحدة الحس الوجداني والوحدة الوجدانية هي واحدة، يكفي أننا نتقرب إلى الله في الغدو والآصال. شارك في المؤتمر على مدار يومان عدد من وزراء الأوقاف والهيئات الإسلامية من أنحاء العالم من 57 دولة للتأكيد على ترسيخ قيم التسامح والإنسانية والتعايش السلمي بين العالم أجمع. We'll be right back.
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج توقيع برنامج فرصة لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد 35 ألف مستفيد من برنامج تكافل وكرامة. وخلال التوقيع أشارت الوزيرة إلى أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهان لعملة واحدة للانتقال من الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن برنامج فرصة يستهدف 8 محافظات منهم 7 محافظات مدرجين في حياة كريمة هم الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الشرقية والدقهلية. وزارة التضامن الاجتماعي بتتبنى منحة جديد تحت برنامج فرصة لموائمة التمكين الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية ومع برنامج وعي الذي يطمح أن يساهم في تغيير الوعي نحو وعي إيجابي اقتصادي، وأن احنا ننشأ ونطور فكر شبابنا نحو الانتاج وأهمية العمل والتمكين. النهارده الحقيقه يعني شرفنا ان احنا نوقع هذه البروتوكولات مع 21 جمعيه على مستوى محافظات مصر، بنعمل في 8 محافظات بالتحديد، منهم 6 محافظات موجودين في الصعيد و2 في وجه بحري. كثير من القرى التي نعمل بها في هذا المشروع تحت مظله البرنامج الرئاسي حياه كريمه. والآن مع آخر أخبار المال والأعمال مع زميلتي ميرفت المليجي. أهلا بك ميرفت. أهلا بك نهى، وأهلا بك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد. تنطلق غدا فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 من فبراير الحالي، وذلك بمشاركة دولية ومحلية. وسيشهد المؤتمر مشاركة 11 وزيرا للبترول والطاقة من عدة دول و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية، وكذلك 8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة تصل إلى 18 مليار دولار حتى الآن، كما تم توقيع عقود قيمتها نحو 10 مليارات دولار يجري تنفيذها حاليا. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر لتوقيع بروتوكول إعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يهدف البروتوكول لتنظيم زيارات الصحفيين والإعلاميين إلى المنطقة الاقتصادية بهدف التعرف على المشروعات والاستثمارات التي تتم فيها. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 726 مليار و600 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11438 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي تراجع بنسبة 6.33% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، كما تراجع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 1984 نقطة.
نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيها و65 قرشا للشراء و15 جنيها و77 قرشا للبيع، اليورو 17 جنيها و76 قرشا للشراء و17 جنيها و91 قرشا للبيع، في حين سجل الجنيه الاسترليني 21 جنيها و21 قرشا للشراء و21 جنيها و40 قرشا للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و30 قرشا للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. نتحول مشاهدينا إلى أسواق المال الخليجية، حيث سجل المؤشر العام للسوق الأسهم السعودية تداول تراجعا ملحوظا خلال تداولات اليوم، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسية تاسي بنسبة 2.21%. وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 63%. وفي ذات النسبة التي تراجع بها مؤشر بورصة مسقط، في حين أغلق مؤشر سوق البحرين على صعود بنسبة 26%. حصل صندوق الاستثمارات العام السعودي على 4% من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد. يذكر أن أرامكو قد أدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر من عام 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم، وصلت قيمته إلى 29 مليار و400 مليون دولار، وذلك مقابل بيع 1.7% من أسهمها. ومنذ تسلم محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017، تسعى المملكة إلى تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، وعدم قصره على النفط. خفض بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعاته لعوائد الأسهم الأمريكية هذا العام مع احتمالية تجديد السياسة النقدية بصورة أكبر. وقد قال البنك إن التضخم المفاجئ في الاتجاه السعودي يعني أن التقييمات سوف يتم تعديلها وفقا لذلك. وقد توقع الاقتصاديون في بنك جولدمان هذا الأسبوع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات السبعة المتبقية لعام 2022، وذلك بدلا من الزيادات الخمسة التي توقعها سابقا. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لنهوى دينا، إليكما. شكرا جزيلا لك ميرفت. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به في 13 من فبراير من كل عام، وأقرته منظمة اليونسكو. وأوضح البيان أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام تحت شعار الإذاعة والثقة، وأشار إلى أن الإذاعة البالغة من العمر 111 عاما على مستوى العالم لا تزال هي الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا، لافتا إلى أن عدد الشبكات الإذاعية في مصر بلغ 10 شبكات بإجمالي 189.8 ألف ساعة بث مسموع عام 2020-2021. الآن مشاهدينا الكرام إلى جولتنا الرياضية. بعودة مرة أخرى إلى مرفت المليجي. إليك مرفت. شكرا نهوى دينا، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه المرة مع أخبار الرياضة. احتل الزمالك المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة في مصر بعدما خسر من ليكلاند ماجيك الأمريكية بنتيجة 87-113، وبهذه النتيجة يكون فريق ليكلاند قد حصد الميدالية البرونزية في البطولة، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الرابع في الترتيب.
فاز بيراميدز على ضيفه أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. بهذا الفوز حقق بيراميدز أول 3 نقاط ضمن منافسات المجموعة الأولى، بينما ظل أهلي طرابلس دون رصيد من النقاط. في البطولة نفسها استهل المصري البورسعيدي مشواره في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه القطن الكاميروني. بهذه النتيجة يتقاسم الفريقان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة وبفارق نقطتين خلف مازيمبي الكونغولية والذي يتصدر المجموعة. واصل ليفربول مطاردته للمتصدر مانشستر سيتي بفوزه على مضيفه بيرلي بهدف نظيف في الجولة 25 من الدوري الإنجليزية، وسجل فابينيو هدف المباراة الوحيد ليرفع ليفربول رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد بيرلي عند 14 نقطة في المركز الأخير. نهاية أخبار الرياضة وعودة مرة أخرى لنهى ودينا إليكم. أشكرك شكرا جزيلا ميرفت. أسست كل من نور العلية وإيمان ياسين مدرسة لتعليم النساء قيادة السيارات في مدينة البصرة العراقية، وتمنحن مساحة لمناقشة التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات في مجتمعهن. وقد بلغ عدد اللواتي انضممن إلى المدرسة حاليا 35 عراقية يحصلن على دروس لتعليم القيادة وسط المدينة ومواجهة التحديات للحصول على قبول اجتماعي بسبب الثقافة المتحفظة والتقاليد الدينية في البصرة. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. ميرفت المليجي إليك تفضلي. شكرا لكم وأهلا بكم مجددا مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة، على السواحل الشمالية مائل للدفء، على شمال الصعيد دافئ، على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. أما عن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 20 والصغرى 10، إسكندرية 18-11، مطروح 18-11، بورسعيد 18-11، إسماعيلية 19-10، السويس العظمى ستكون 19 والصغرى 10، العريش 18-11، طابة 20-14، شرم الشيخ 23-15، الغردقة 23-13، الأقصر 27-9، أسوان 27-10، الوادي الجديد 24-8، شلاتين 25-12، وأخيرا حلايب 22-12. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
الآن مشاهدينا أترك حضراتكم مع لقطة اليوم. ختام نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي وجهه باستمرار برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية. مدبولي يؤكد الأهمية التي توليها الحكومة لمشروعات تحلية المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة. تعزيزات عسكرية للناتو تصل أوكرانيا، وبايدن يؤكد أن رد واشنطن على أي هجوم روسي ضد كييف سيكون سريعاً وحاسماً. ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام هواء التاسعة، ما زال مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسيني. أهلا بك يوسف. أهلا بك، ازيك يا نهى، ازيك يا دينا، عاملين إيه؟ كله تمام؟ عاملين حاجة في الصقيع ده ولا إيه؟ الحمد لله تمام. أنا طبعاً رجل التلفرات. أشكركم جدا مرة تانية على قراءة متميزة للنشرة، وكل الشكر لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.